السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور قاسم مسلى من مستشفى الإحساء. طبعاً إحنا تكلمنا في مواضيع سابقة وفي مرات سابقة عن موضوع نزلات البرد أو مرض الإنفلونزا، يعني إذا أنه يكثر في فصلي الخريف والشتاء. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن طرق الوقاية من نزلات البرد. طبعاً هناك عدة خطوات يجب الالتزام بها للوقاية من نزلات البرد. اولا الحفاظ على نظافه الجسم العامه او نظافه اليدين بشكل عام، لان ملامسه الاشياء تنقل الفيروسات. ثانيا الحفاظ على تدفئه الجسم، لان المكان الرطب يكون مثلا بيئه يعني مناسبه لنقل او مثلا نمو البكتيريا والفيروسات. ثالثا الحفاظ على نظام غذائي صحي. رابعا عندنا اخذ قسط كافي من النوم او الراحه بمواقيت، طبعا بأوقات معينة يجب الالتزام بها، كما أنه يجب الحفاظ على حركة الجسم أو زيادة حركة الجسم، وذلك بممارسة التمارين الرياضية أو المشي بشكل عام. عندنا كمان الحفاظ على نظافة الحلق أو البلعوم، يعني بشكل عام لازم نحافظ على الشيء هذا بالغرغرة بالماء الدافئ لثلاث مرات في اليوم. أخيرا للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد يجب مثلا أخذ لقاح الإنفلونزا للأطفال، كبار السن، مضعفي المناعة الذين يعانون مثلا من الأمراض المزمنة كالربو أو مثلا الأمراض الرئوية السادة المزمنة. هذا مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.